وهنا نتساءل أيهما أخطر على البشرية اليهود أم الكورونا؟ ومن المعلوم أن اليهود أفسد خلق الله فهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كما أنه ضد ما كتبه الله عليهم من الذلة والمسكنة والبوء بغضب الله الحل أن يضاف إلى التوصيات وجوب معاملة اليهود بحكم الله فيهم من فوق سبع سماوات هذا الحكم الذي قال فيه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وأضاف وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله